مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الأول المتوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم يونت 3 راوند اب، اليونت الثالث، الدرس المخصص للمراجعة. مثل ما تعودنا سابقا أن الدرس التاسع أو الدرس اللي بعد الدرس الثامن من كل يونت يعتبر درس راوند اب، مراجعة لمواضيع اليونت كلها. يعني احنا شنو المواضيع اللي تعرفنا عليها، شنو القواعد اللي اخذناها خلال هذا اليونت، راح يذكر لي اياها بهذه الفقره. بالبدايه يقول لي now you can do these things، والان يمكنك عمل هذه الاشياء. شنو الاشياء اللي اقدر اسويها؟ يعني طبعا هو ده يوضح لانه انت بهذا اليونت خلال هذا الوحده تعلمت على هذه الاشياء او اخذت هذه المواضيع. شنو المواضيع اللي اخذناها؟ talk about things you have done or not done recently، التحدث عن الأشياء التي فعلتها أو لم تفعلها مؤخراً. يقصد يا موضوع، يقصد موضوع المضارع التام البسيط. إذا تذكرون قاعدة مراجعة سريعة له، عبارة عن فاعل زائد أما هاز أو هاب زائد تصريف ثالث للفعل زائد للتكملة. بالنفي الهاز والهاب أضيف لهم نوت، وبالاستفهام الهاز والهاب أخليهم بالبداية. هذا مجرد مراجعة سريعة لموضوع المضارع التام البسيط اللي أخذناه باليونت الثالث، شرحناه ووضحنا شلون يجينا بالامتحان وشلون نقدر نجاوب عنه إلى آخره. وراها بالنقطة الثانية طبعا هو منطينا أمثلة. I've just finished my dinner، لقد أنهيت طعامي أو أنهيت عشائي. شو أنا شو يقول لي I، إحنا نعرف أن I مختصر مال شنو؟ مال I have، جايتني من I have. وهكذا She hasn't seen her friend for a long time. لم ترى صديقتها منذ فترة طويلة. She هي الفاعل زائد hasn't، فاعل زائد has، إن أنا منفية. She hasn't زائد seen هو التصريف الثالث، وهكذا. إذن هو مراجعة سريعة لموضوع المضارع التام البسيط. بعدها ask and answer question about things you have done، السؤال والجواب عن الأشياء التي قمت بفعلها. احنا اخذنا السؤال القصير او شرحنا بشكل مفصل السؤال القصير. لما واحد يسالني have you played، هل لعبت، have you done، هل انهيت، have you finished، هل انتهيت، have you seen، هل رايت، الى اخره. الاجابه عنه اما اقول yes i have او اقول no i haven't. yes زائدا الفاعل بشرط ان يكون ضمير، زائدا have او has اللي مستخدمها بالسؤال. no زائدا have الفاعل بشرط ان يكون ضمير، زائدا have او has، وبالاخير اخلي نوت. تقدرون تراجعون الشرح المفصل للمواضيع بالدروس السابقه شرحناها بشكل مفصل. بعدها يقول لي ask question about how people are، سؤال الناس عن صحتهم، عن كيف حالهم. لما نرد اسال واحد أقول له شنو المشكلة، كيف حالك، ما الأمر، ما خطبك، إلى آخره. أستخدم هذه العبارات اللي هي what's the matter، ما الأمر، what's wrong، ما خطبك، what is it، كذلك معناها ما الأمر، why are you so sad، لماذا أنت حزين، إلى آخره. إذا شفت شخص حزين، سعيد، متحمس، شلون أسأله وشلون يجاوب عني. إذا تذكرون بدرس أخذناه على شكل نشاط صفي، المجموعة من الأشخاص أو مجموعة من الصور، شخص سعيد، شخص حزين، شخص متحمس، شخص ضايج، إلى آخره. أخذناهن وعرفنا المحادثة اللي دارت بين هؤلاء الأشخاص وشون نسأل وشون نجاوب عنها. Talk about how people do things، التحدث عن كيف يفعل الناس الأشياء. شنو يقصد بيها؟ يقصد بيها ظروف الحال. مثلا هدى sings beautifully، سهى تغني بشكل جميل. بشكل جميل هذه ظرف حال وصفت للفعل. شنو الفعل؟ اللي هو sing. كيف تغني سهى؟ تغني بشكل جميل. مثال آخر، أحمد speaks English well، أحمد يتحدث اللغة الإنجليزية بشكل جيد. كيف يتحدث اللغة الإنجليزية؟ بشكل جيد. إذن التحدث عن كيف يفعل الناس الأشياء ووضحناها بطريقة مفصلة بموضوع ظروف الحال، وميزنا بين ظرف الحال والصفة، وكذلك شلون يجينا بالامتحان وشلون نقدر نجاوب عنه. بعد النقطة الخامسة and you have، وكذلك تدربت على البقية أنشطة صفية، مثلا sing a song، تغني أغنية، read about importance of helping، القراءة عن أهمية المساعدة، نشاط قراءة، read about simple solution to problems، القراءة عن الحلول البسيطة للمشاكل، إلى آخره، written story، كتابة قصة اللي هو الإنشاء، نشاط الكتابة، إلى آخره. هذه المواضيع بشكل مختصر. طبعا أكو مواضيع أخرى هو ما ذاكرها، إحنا ذكرناها بالدروس التفصيلية، إذا تحبون تشوفون الشرح المفصل للمواضيع موجودة شرحناها بشكل مفصل بالدروس السابقة.
هذا مجرد التذكير بالمواضيع اللي أخذناها خلال اليونت الثالث. لحد الآن ما في شيء مهم إنه ممكن يجينا بالامتحان التحريك بهذا الدرس. وراها بكتاب النشاط شو يقول لي؟ يقول لي تبي الرقم واحد طبعاً، يقول لي complete the sentences، أكمل الجمل التالية، use words and phrases from the box، باستخدام كلمات وعبارات من الصندوق. طلاب هذه عبارات من طيني استاذ، يعني هذا يجي لي بسؤال الاسقاطات. انت معودنا انه اذا انطاني كلمات فوق ومعطيني جمل بها فراغات يقول تجي لي بسؤال الاسقاطات. نعم من الممكن، لكن ما يجيب لك هذه كامله ويقول لك سقط لي هذا الفراغ المناسب، وانما يجيب لك فقط كلمه واحده. عاده ما تكون الاسقاطات عباره عن كلمه واحده، الطالب يشيل هاي الكلمه يخليها بالمكان المناسب لها. لذلك هذا التمرين بعض الشيء مهم، مو دائما يجي بالامتحان التحريري، لكن من الممكن ان يجيني ما يجيني بهاي الطريقه، فقط يشيل لي كلمة دينار، أو فقط يشيل لي كلمة لانش، أو فقط يشيل لي كلمة هوت، ما يشيل العبارة كلها. هسه نجي نترجم أول شيء الكلمات، وراها نسقطها بالفراغات المناسبة. حاول الترجم وياي وسجل الملاحظات. أولاً يقول لي after dinner، after dinner معناها بعد العشاء. وراها for lunch، for lunch معناها للغداء أو على الغداء. in the mall معناها في المجمع، في المجمع أو في المول. when it's hot عندما يكون الجو حار. ويسترداي معناها البارحة. زين هسا عرفنا الكلمات، نجي نسقطهم بالفراغات المناسبة. بارك وياي. they go to the beach فراغ، هم يذهبون إلى الشاطئ فراغ. شنو العبارة المناسبة للفراغ؟ أنا شوف ما قلت لك كلمة، قلت لك شنو العبارة المناسبة للفراغ، لأن هذه أكثر من كلمة. بقول هم يذهبون إلى الشاطئ عندما يكون الجو حار. عادة الناس تذهب إلى الشاطئ عندما يكون الجو حار. بقول when it's hot عندما يكون الطقس أو الجو حار. منى eats sandwich، منى تأكل ساندويتش فراغ. شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ الكلمة المناسبة للفراغ for lunch، تأكل الساندويتش للغداء أو على الغداء for lunch. النقطة الثالثة، ليلى drank lemonade. باعوا لي على كلمة drank، drank هي الماضي مال drink، drink يشرب، drank شرب. ليلى شربت some lemonade، بعض عصير الليمون فراغ. شنو الكلمة المناسبة للفراغ أو شنو العبارة المناسبة للفراغ؟ الكلمة أو العبارة المناسبة للفراغ yesterday. استاذ ليش خليت yesterday؟ لأن أنا وضحت لك، قلت لك الفعل drank فعل ماضي، إذن أكيد وياها دليل أو ظرف يدل على الماضي. اللي بعدها ليث does his homework، ليث يفعل واجبه البيتي. شو وقت يسوي واجب البيتي؟ بعد العشاء. بقول after dinner. عادة ما يفعل ليث واجبه البيتي، يعمل واجبه البيتي في بعد العشاء. شوف هنا does دليل على أن الجملة مضارع بسيط، فهذا الحدث متكرر دائما، ليث يسوي الواجب البيتي بعد العشاء. هدى bought، وركز وياي على كلمة bought، بوت الماضي مال باي. هدى اشترت فستان جديد. شو وقت أو وين؟ in the mall، في المجمع أو من المجمع. in the mall. إذن هدى اشترت الفستان الجديد من المجمع. هذا ما يخص تمرين رقم واحد. مثل ما وضحنا يجي من الممكن أن يجي بالامتحان التحريري، لكن ما يجيك على شكل عبارة كاملة، وإنما فقط على سبيل المثال يشيل كلمة hot، يجيب لي هاي الجملة كاملة ويشيل لي كلمة هوت، يخلي ليها بعد التمرين ويقول لك سقط الكلمة، الكلمة ها مو العبارة، الكلمة بالفراغ المناسب أو دينار أو مون إلى آخره. لكن هو الموضوع التمرين جدا بسيط، لذلك نادر يجي بالامتحان التحرير. ننتقل إلى تمرين رقم 2. شو يقول لي؟ يقول لي change the words in exercise A، غير الكلمات اللي موجودة بتمرين رقم 1 to the present perfect tense، إلى المضارع التام البسيط، to complete the sentences، لكي تنهي الجمل التالية أو لكي تكمل الجمل التالية. شوف هنا شو يقول لك. طبعا هذا التمرين هو الجمل اللي طانياه قبل شوية بتمرين رقم 1. يقول لك ذن الجمل اللي بتمرين رقم 1 فيهن، شيلهن، سويهن بطريقة جديدة باستخدام يازم الـ present perfect tense، المضارع التام البسيط، to complete the sentences، لكي تنهي الجمل. قبل ما أبدي أحل، تذكرون قاعة المضارع التام البسيط؟ نعم أستاذ نتذكرها. شنو هي قاعدته؟ فاعل زائدا، ركز وياي، أما هاز أو هاف زائدا تصريف ثالث للفعل زائدا تكملة. انتبه لي، شنو التصريف الثالث؟
أما يحمل إيدي أو يكون فعل شبيه شاذ، لازم نحفظ الشواذ. بالنفي نخلي نوت على الهاز والهاف، بالاستفهام الهاز والهاف يجينا بالبداية. شوف هنا أنا شو يقول لي، يقول لي they go to the beach، هم يذهبون إلى الشاطئ إلى آخر الجملة. شوف they هي الفاعل، go هي الفعل، to the beach هي التكملة. هذه فاعل، هذه فعل، هذه تكملة. البقية أجل الآن أحولها من هذا الزمن إلى زمن المضارع التام البسيط. قاعدة المضارع التام البسيط شو تقول؟ تقول فاعل. شنو الفاعل مالتي؟ زي، أقول زي زائدا الزي تأخذ هاز لو هاب حسب القاعدة. الزي تأخذ هاز لو هاب، إحنا نعرف إنه الزي تأخذ هاب، فأقول زي هاب زائدا تصريف ثالث للفعل. شنو الفعل مالتي؟ الفعل مالتي go. شنو التصريف الثالث مالته؟ gone. They have gone to the beach. زاد التكملة. They have gone to the beach. هم يذهبون أو هم ذهبوا إلى الشاطئ. And will be back later. وسوف يعودون في وقت لاحق. مثال آخر أو الجملة الثانية. يقول لي منى eats a sandwich. منى تأكل سندويش. شلون أحول هالمضارع تام بسيط؟ نفس الطريقة. منى هي الفاعل. أنزل الفاعل أول شيء. منى. منى تأخذ has لو have. تأخذ has. زائد تصريف ثالث للفعل eat. شنو التصريف الثالث مالته؟ هذا شاذ. أقول eaten. منى has eaten a sandwich. منى أكلت السندويش. So she is not hungry. لذلك هي ليست جائعة. الجملة الثالثة. ليلى drank some lemonade. شربت ليلى بعض العصير. أولا الفاعل شنو؟ ليلى. أنزل ليلى. ليلى. إش تأخذ ليلى has لو have؟ تأخذ هاز زائد تصريف ثالث للفعل درانك. من يتذكر شنو التصريف الثالث ما تحفظناه؟ هذا أرجع الأي تصير يو درانك. ليلى هاز درانك، طبعا زاد التكملة لأن ماكو مجال مدار أكتب التكملة. ليلى هاز درانك ليمونيد. ليلى شربت عصير ليمون. So she is not thirsty. لذلك هي ليست جائعة. ليث does his homework. ليث يفعل واجب البيت. شنو الفاعل؟ ليث. أنزل فاعل ليث. إيش يأخذ؟ has زائد تصريف ثالث للفعل does. من يعرف do؟ أصله المجرد أصله do، وراها did ماضي، والتصريف الثالث done. ليث has done his homework. طبعا زاد التكملة. ليث أنهى واجبه البيتي. So he can watch TV. لذلك هو يمكنه أن يشاهد التلفاز. هدى bought a new dress. هدى اشترت فستان جديد. هذا بالماضي، أبدأ حول المضارع التام بسيط. من هو الفاعل؟ الفاعل مالتي هدى. أنزل هدى زائد أنش تأخذ هدى، تأخذ هاز زائد تصريف ثالث للفعل بوت كما هو، يبقى على حالة بالماضي بالتصريف الثالث بوت. هدى has bought a new dress. هدى اشترت فستان جديد. So she can go to the party. لذلك يمكنها أن تذهب إلى الحفلة. مثل ما وضحنا أنه هذا التمرين مجرد يريد يدربني على موضوع المضارع التام البسيط اللي أخذناه سابقا. هاي القاعدة أمامكم، حاولوا تحفظوها. إذا ما حافظيها لحد الآن حاولوا تحفظوها، لسجلوها بالدفتر، لأن من الممكن أن تجينا بالامتحان مثل الصيغة اللي شرحناها بوقتها مع شرح موضوع المضارع التام البسيط اللي شرحناه بالدروس السابقة. الآن ننتقل إلى تمرين رقم 3 من نفس الطريقة. يقول لي write about yourself. اكتب عن نفسك. يعني جاوب على هذه الأسئلة عن نفسك أنت، شنو شوفة مناسب. على سبيل المثال يقول لي what games have you played this week. ما الألعاب التي لعبتها هذا الأسبوع؟ كل طالب يجاوب بالطريقة اللي عجبه. أو كمثال أقول أني I have gone swimming. ذهبت للسباحة. هاي رياضة اللي مارست هذا الأسبوع. واحد يقول I have done karate. قمت بممارسة الكاراتيه إلى آخره. مثل ما وضحنا بما أنه مضارع تام بسيط لازم الفعل يكون تصريف ثالث، فأقول الفاعل اللي هو I. أنا أجاوب عن نفسي إلى I تأخذ have زائد تصريف ثالث للفعل. ليش أجاوب المضارع تام بسيط؟ لأنه هو يقول لي what games have you played. استخدم لي have وتصريف ثالث، ده يلمح لي أنه أنت لازم تستخدم المضارع التام البسيط بالإجابة عن هذه الأسئلة. النقطة الثانية يقول لي write three things you have done today. اكتب ثلاث أشياء قمت بفعلها اليوم. على سبيل المثال أقول I've done my homework. قمت بإنهاء واجبي البيتي. هذه أول شغلة.
شغلة ثانية I've helped my father قمت بمساعدة أبي وشغلة ثالثة اللي سويتها I've played video games وقمت بلعب ألعاب الفيديو باعتباري مخلص الأمور المطلوبة من عندي. كذلك هذا التمرين نشاط صبي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي، كلهم ذن التمرينين، التمرين الأول والثاني، بيدربني على موضوع المضارع التام البسيط اللي يعتبر العمود لليونت الثالث، الموضوع القواعد الأهم خلال هذا اليونت اللي هو اليونت الثالث. بعد تمرين رقم 4 Complete the sentences use adverbs from the box، أكمل الجمل التالية باستخدام ظروف من الصندوق. طلاب، قبل ما أبدي بحل هذا التمرين، هذا التمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري، مثل ما هو يجي لي وين بسؤال المفردات على شكل إسقاطات يقول لي أسقط الفعل أو الظرف المناسب للجملة المناسبة، مثل ما وضحنا أنقل اللي أخذناها أكثر من مرة، معناها بغضب، carefully معناها بحذر، fast معناها بسرعة، loudly معناها بصوت عالي، politely معناها باحترام، well معناها بشكل جيد. الآن نجي نسقط ذن الكلمات بالفراغات المناسبة. يقول لي the policeman shouted at the driver، رجل الشرطة صرخ على السائق فراغ، صرخ عليه بشنو؟ أكيد بصوت عالي، أما أقول loudly أو أقول angrily بغضب، اثنينات صحيحة. فأول شيء أخلي angrily when he drove to فراغ، عندما كان يقود أو يسوق fast بسرعة. الرجل المرور صيح على هذا السائق بغضب لأنه كان يقود بسرعة. I always to speak to my grandmother، أنا دائما أتحدث مع جدتي فراغ. شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ أكيد الشخص لما يحكي ويا شخص أكبر من عنده لازم يحكي politely. politely معناها باحترام. بعد my uncle speaks English، عمي أو خالي يتحدث اللغة الإنجليزية very جدا فراغ. شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ very well بشكل جيد جدا، بشكل جيد جدا. because he often goes to London، لأنه غالبا عادة ما يذهب إلى لندن. Gwen always does his homework، انتبه هنا Gwen دائما ما يفعل واجبه البيتي فراغ. شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ هنا واحد من الطلاب يقول لي carefully، carefully معناها بحذر. احنا خدنا شخصية Gwen لا تتذكروها، Gwen شخصية مجتهدة، فأقول carefully. أو أقدر أجيب كلمة من عندي أقول easily بسهولة. طبعا هذا التمرين هو يقول لك استخدم أي كلمة ممكن تستخدم. يعني أنا ليش قلت لك قبل شوية أنه أقدر أستخدم كلمة angrily هنا، وأقدر أستخدم كلمة loudly بصوت عالي. حتى بعض الأساتذة يحلون الجملة الخاصة بالgrandmother الجدة ما يحلوها بطريقة politely، يقول loudly. شنو loudly؟ بصوت عالي. أستاذ أنا شلون أحكي ويا جدتي أو جدي بصوت عالي؟ يجوز سمعه ثقيل، وبالتالي أنا أستخدم هاي الكلمة اللي هي loudly لأن سمعه ثقيل، فأني هل دائما أحكي ويا بصوت عالي على مود يقدر يسمعني. إذن هي هذا التمرين يحمل أكثر من إجابة، كل جملة تحمل أكثر من إجابة، وحتى هذا إني الإجابتين موجودات بكتاب دليل المدرس اللي بيدك على الحلول النموذجية لهذا التمرين. لكن احنا ناخذ حل واحد نمشي عليه على مود اذا جانب الامتحان ما اقدر التبس او اقدر احله بغير طريقه. لين بلايد هيز ميوزك فراغ، لين شغلت الموسيقى فراغ. شنو الكلمه المناسبه للفراغ؟ بصوت عالي، شغلتها بصوت عالي loudly. هذه اكثر خيار مناسب وما يقبل احتمال اخر. هذا ما يخص تمرين رقم 4، تمرين بسيط جدا ومهم جدا بالامتحان الشهري، امتحان الشهر الثالث، وكذلك امتحان نصف السنة. هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم. لاحظنا أنه معظم أنشطة صفية غير ما هو امتحان التحرير والامتحان الشفوي يدربني أو يراجع لي موضوع المضارع التام بسيط اللي أخذناه بدروس سابقة. وراها أخذنا تمرين رقم 4 وقلنا هذا التمرين تمرين مهم جدا يجينا على شكل إسقاطات. بآخر شيء بآخر فقرة يقول لي What have you done today؟ ما الذي قمت بفعله اليوم؟ هم أنا قال لي هاب وتصريف ثالث، ما الذي فعلت اليوم؟ هنا الأستاذ يسأل هذا السؤال لكل الطلاب بنهاية الدرس كمراجعة أو كتدريب محادثة. كل طالب يقول له شنو اللي سواه خلال هذا اليوم باستخدام زمن المضارع التام البسيط. على سبيل المثال طالب يقول
يقول I've done my homework. قمت بأنهاء واجب بيتي. I've played tennis. لعبت التنس. I've gone to the beach. ذهبت إلى الشاطئ. إلى آخره. كل طالب يجاوب باستخدام مضارعتان بسيط عن الأشياء اللي قام بفعلها خلال اليوم. هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم. حاولوا تسجلون هالملاحظات بالدفتر. تسجلون الحلول بكتاب النشاط. أنا متى رحتوا للدرس تروحون محضرين. إذا جتكم بالامتحان التحريري أنتم مسيطرين وتعرفون الإجابات النموذجية لكل تمرين. ختاماً شكراً لمتابعتكم للفيديو. أي سؤال أو استفسار أو إضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون على الحسابات الموجودة أسفل الفيديو في الوصف.